مرحبا بكم البنات في وصفات رشيدة العماري. اليوم ان شاء الله غادي نعملوا شوربة باللحم وبلسان العصفور او كما كنقولوا لسان الطير. كتجي رائعة وكتجي زوينة وبنينة، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كتجي روعة في المذاق وبمقادير بسيطة، ان شاء الله غتنجح معاكم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. الى عجبكم الفيديو دعموني في القناة ديالي، ما تنساوش تجيب الضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقه والمقادير، فرجه ممتعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البنات متتبعي وصفات رشيده العمري، مرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نعمل واحد الشوربه بلسان الطير او لسان العصفور. بقاو معايا باش تعرفوا الطريقه والمقادير. كنحتاجوا اللحم، اللحم على حسب شحال ما بغيتوا، غاشي شويه اولا اللي بغيتو. هي راه كتجي بهذا يعني بالطريقه ديالها باللحم اولا الدجاج، كتجي زوينه وكتجي يعني عطي واحد المذاق روعه. كنحتاجوا البصله اما مقطعه اولا محكوكه، كنحتاجوا الربيع، كنحتاجوا الزنجبيل، كنحتاجوا الابزار، وكنحتاجوا الزعفران، الملح، زيت الزيتون، وكنحتاجوا لسان العصفور. هو هذا اولا تعملوا حتى البلبوله الا بغيتوا. صافي هادو هما المكونات. غنعمل هادشي هذا يتشحر واحد شويه بعد ان شاء الله نطلق. واللي ما كيبغيش زيت الزيتون، هي بزيت الزيتون كتعطي واحد الطعم البنين. غنعمل شويه ديال زيت الزيتون لان عندي شي عظام فيهم الشحمه، من يعني ما نكثرش الزيت. غنعمل الملح، الملح القياس ديالكم شحال ما بغيتوا. من بعد راه كتذوقوا، لا كانت ناقصه غادي تزيدوا. كنحتاجوا الزعفران، كنزيدوا البزار، وكنعملوا سكينجبير، وكنعملوا مطيشه اما ديال الحك اولا مطيشه محكوكه على حسب اللي بغيتو. غنعمل انا صلصه ديال الطماطم، انا عندي عامله بحال هكا، غنعمل منها شويه باش كتعطيني اللون. صافي غنعمل هادشي فوق البوطه مع التحراك حتى غادي ينسجموا. من بعد ان شاء الله نتلاقاو، ومن بعد نضيفوا الماء الكافي اللي غادي يطيب لينا هاد الشوربه هادي. من بعد فاش غطيب غنضيفوا ليها يطيب اللحم، غنضيفوا لهاديك لسان العصفور ونخليوه حتى غيطيب. من بعد كتجي واحد الشوربه رائعه وزوينه. كتخليو الخليط يتشرب شويه هاد القوام ويتقلى شويه. من بعد صافي كتضيفوا الماء الكافي اللي غادي يطيب لينا هاد المرق. صافي من بعد نضيفوا ليه هاد الشعريه، عفوا نضيفوا ليه لسان الطير. ولا ما بغيتوش تقدر ديروا الشعريه، تقدر ديروا حتى البلبوله اللي بغيتو، نفس الطريقه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. غنخليها تقل شويه، من بعد نضيف ليها الماء ونسد عليها ونخليها حتى تطيب. من بعد ان شاء الله نطلق. بعد ما كيطيب اللحم ديالنا كناخذوا لسان العصفور ولا لسان الطير، كنعملوه هنايا صافي وكنطيبوه. راه هو دغيا كيطيب، صافي كنحركوه مره مره، ولا كنخصو الماء نزيدوه، وكتذوقوا تشوفوا واش خصو الملحه ولا لا. صافي غنخليه حتى غيطيب، من بعد ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي ديالو في الاخر كيجي. خلينا اللحم وكيتشرب هذيك القوام، كنضيفوا ليه الماء. دابا غنسد عليه ونخليه حتى غيطيب، من بعد ان شاء الله نضيف ليه لسان الطير، ومن بعد ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا. النهائي ديال الشوربه ديالنا ديال لسان الطير كنحصلوا عليها على الشكل هذا. كتجي رائعه وكتجي زوينه، وهي راه كتبقى كتبرد وكتشرب هذا المرق ما كيبقاش. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، لانها كتجي الطريقه ديالها بنينه والطريقه ديالها زوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. الى عجبكم الفيديو دعموني في القناه ديالي، ما تنساوش تجيب الضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى لكم الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.